مساء الفخامة والأناقة على أحلى وأجمل متابعين، رجعنا لكم بتغطية جديدة ومنتجات جديدة ومتنوعة من فرع جدة شارع 60 شمال دوار الفلك أمام البيت. ورح نبدأ تغطيتنا بالمنتج الجديد والمميز اللي توفر عندنا، صحون التقديم البلاستيك بأشكال جدا فخمة ومتنوعة. شايفين عندنا هذا الشكل الأول، وعندنا الشكل الثاني رح يجيكم بهذا الشكل الأنيق، وعندنا كمان بهذا الشكل. أشكالها جدا فخمة، باللون الذهبي أو اللون الفضي كمان. صراحة ما تتفوت. متوفرة عندنا كمان الأشكال الملونة، نكشات جدا مختلفة وجميلة، ورح تاخذوا القطعة ب5 ريال. هنبدأ تغطيتنا في قسم صواني المراية أو صواني التقديم. عندنا هنا اللي تجيكم أرضيتها ماربل، وصلتنا بأكثر من لون، اللون الفضي، الوردي، الأبيض والذهبي، وعندنا الذهبي والأسود. طبعاً وصلتنا ألوان جداً جميلة ومتنوعة، رح تكون القطعة ب5 ريال. عندنا كمان الشكل الثاني بالمراية، وصلتنا بأشكال جداً جميلة ومتنوعة. عندنا هنا هذا الشكل اللون الفضي، عندنا كمان الشكل الثاني اللون الذهبي، وعندنا بهذا الشكل المستطيل، وعندنا كمان بهذا الشكل. شايفين أشكالها كيف جدا جميلة، متوفر كمان باللون الأبيض. طبعا أشكالها متعددة ومتوفرة، جميع الألوان، كل واحدة واللون اللي بتحبه. رح تكون القطعة ب5 ريال. وتوفرت عندنا ملاعق العسل، بس هذه المرة راح تكون اكريليك. المجموعة راح تكون فيها 10 قطع ب5 ريال. عندنا هنا طقم السلات، راح تجيكم بالشكل المستطيل ب3 أحجام، اللون الأبيض واللون البيج. راح تاخذ المجموعة كاملة ب5 ريال. شوفوا جمال العلب البلاستيك المتوفرة عندنا، طبعا هذه صناعتها تركية. راح تجيكم الغطاء السيليكون، ولها استخدامات جدا متعددة، تقدروا تستخدموها لحفظ الحلويات بشكل عام، أو للسكر أو للشاهي. وصلتنا بألوان جدا جميلة وأشكال ما تتفوت، رح تاخذوا القطعة ب5 ريال. جديد اللي وصلنا في قسم البرطمانات، البرطمانات القزاز بالغطاء الخشبي. شايفين كيف شكلها جدا جميل، وصلتنا ب5 أحجام. عندنا هنا الحجم الكبير للوسط، وعندنا هذا الحجم، رح تاخذوا كل قطعة ب5 ريال. رجعت توفرت عندنا منظمات، طبعا لها استخدامات جدا متعددة، تقدر تستخدموها للبهارات، وتقدر تستخدموها في الثلاجة للخضروات والفواكه. وصلتنا بالحجمين، عندنا هنا الحجم الكبير باللون الأبيض، ورح تاخذوا القطعتين ب5 ريال، وعندنا الحجم الثاني. وصلنا بأكثر من لون، الفستقي، الوردي، والتيفاني، والأبيض، وبرضو رح تكون القطعتين ب5 ريال. طلبوني أصور لهم طقم السرير، متوفر عندنا بألوان جدا متعددة. رح أجيكم عبارة عن الشرشف وتلبيسة المخدة، ورح تكون هذه مقاساته. شايفين الشرشف رح يكون 137 × 228 سنتيمتر، وتلبيسة المخدة 45 × 73 سنتيمتر. ورح تاخدوا الطقم كامل ب5 ريال. لا تفوتكم تشكيلة سفر النايلون اللي توفرت عندنا، أشكالها جدا جميلة وأنيقة. شايفين هذا الشكل الجميل، وعندنا الشكل الثاني، شايفين جماله قد إيش.
طبعا وصلنا بأشكال مختلفة ومتنوعة. شايفين هنا بهذا الشكل الرايق، طبعا له استخدامات جدا متعددة، تقدر تستخدموه لطاولة الطعام، تقدروا كمان تستخدموه في الأدراج. رح يكون المتر ب5 ريال. وطلبات متابعين المميزين أوامر، وفرنا لكم قسم كامل لكفرات الهواوي والسامسونج بأشكال مختلفة ومتنوعة، سواء الجلد أو اللي تجيكم شفاف بهذا الشكل. شايفين خامتها جدا جميلة. رح تاخذوا القطعة ب5 ريال. نحب نلبي طلبات متابعين المميزين، وفرنا لكم الرك والقزاز بالمسك الخشبية، متوفرة عندنا كمان الشكل الثاني، رح تكون القطعة ب5 ريال. جديدنا اللي وصلنا في قسم الاكريليك كاسات العصير، الاكريليك رح تجيكم بهذا الشكل، وسطنا بالحجمين، الحجم الكبير والحجم الصغير، والمجموعة رح تكون فيها 6 كاسات ب5 ريال. البنات اللي بيحبوا يعملوا الويفي واصحاب الصواني، شوفوا الشيء الجميل اللي وفرناه لعيونكم، شباصات للويفي بأحجام مختلفة، عندنا هنا المعدن وعندنا كمان البلاستيك. شايفين الحجم الكبير والحجم الصغير، عندنا هنا كمان المعدن الحجم الصغير، رح تاخذوا المجموعة ب5 ريال. توفر عندنا قسم كامل للصوف بالحجم الكبير، او عندنا كمان المجموعة تجيكم بهذا الشكل، فيها 6 سواء الوان مختلفة، او عندنا هنا اللون الابيض والاسود، رح تاخذوا المجموعة كاملة ب5 ريال. مش توفر عندنا في قسم الجوالات استيكر النانو، طبعا هذا لحماية الجوال من الكسر والخدوش والصدمات، رح يجيكم بهذا الشكل. وعندنا النوع الثاني كمان، رح تاخذوا القطعة ب5 ريال. فوتكم قسم اللوحات الخشبية اللي توفرت عندنا، وصلتنا بأشكال جدا جميلة. عندنا هنا أول شكل رح يجيكم يتعلق بهذا الشكل الأنيق في المداخل، شايفين شكله جدا أنيق. وعندنا هنا الشكل الثاني نفس الوقت، تقدروا تخلوه كديكور تعلقوا فيه الصور. وعندنا بهذا الشكل كمان تعليقة المفاتيح، وبنفس الوقت مراية شكلها جدا أنيق ومرتب. وعندنا كمان الشكل الجميل هذا، وواصلنا بألوان جدا متعددة، شايفين ألوانه. ورح تاخدوا القطعة في القسم ب5 ريال. أشكالها جدا جميلة وأنيقة وفخمة، ما أنصحكم صراحة تفوتوها. من قسم الأكواب، شوف الكوب السيراميك اللي توفر عندنا مع الغطاء والملعقة، واصلنا كمان باللون الوردي واللون الأسود المطفي، رح تاخدوا القطعة ب5 ريال. ودائما بنحب نريح عملائنا المميزين، شوفوا الشيء الجميل اللي وفرناه لأطفالكم. طبعا هذا راح يتركب على كرسي المرحاض للأطفال اللي بيخافوا، شايفين كيف جاي مقاس صغير. طبعا واصلنا بأشكال جدا جميلة، راح تكون كل قطعة ب5 ريال. عندنا هنا قسم معطرات الجو، متوفرة بروائح جدا كثيرة ومختلفة، شايفين روائحها جدا جميلة. وعندنا هنا عرض، رح تاخدوا القطعتين ب5 ريال. لا تفوتكم معطرات البيلسان للمفارش والستاير وللكنب كمان، وصلتنا بروائح جدا جميلة ومختلفة، رح تاخدوا العبوة ب5 ريال. مش توفر عندنا كريم هيمالايا لتفتيح البشرة،
طبعا راح تجيكم العبوة ب5 ريال، ولا تنسوا انه جميع منتجاتنا مصرحة من هيئة الغذاء والدواء ووزارة التجارة. تزيدني اللي وصلنا مبرد لكعب القدم لإزالة الخشونة، وواصلنا بأكثر من لون، راح تاخذوا القطعة ب5 ريال. فوتكم جمال المجموعة اللي توفرت عندنا، راح تكون عبارة عن الإسورة والخاتم، ووصلتنا بأشكال جدا جميلة باللون الفضي أو الذهبي. شايفين؟ رجعت توفرت عندنا تعليقة للجوال، وراح تجيكم خرز بهذا الشكل، راح تاخذوا القطعة ب5 ريال. صراحة أشكالها ما تتفوت، وراح تاخذوا المجموعة كاملة ب5 ريال. الشنط اللي توفرت عندنا للبنات شكلها جدا أنيق، ومرة ألوانها رايقة. طبعا راح تكون جلد، وواصلتنا بألوان جدا متعددة ومختلفة. شايفين ألوانها؟ راح تاخذوا القطعة ب5 ريال. جمال الخداديات اللي توفرت عندنا، وصلتنا بألوان جدا متعددة. عندنا هنا الوردي، الزيتي، الأبيض، وعندنا كمان اللون الأزرق، ورح تاخذوا القطعة ب5 ريال.